أهلا وسهلا ومرحبا بالجميع. ما زلنا مواصلين في مواكبة للأيام العالمية الرابعة التي تنعقد اليوم بولاية المنستير للمعالجة بالنباتات الطبية في الأمراض العصبية والأمراض النفسية. الحقيقة سعيد جدا بحضوره معايا الدكتور ثابت نبيه اللي هو رئيس لجنة الصحة بمجلس نواب الشعب. أهلا وسهلا ومرحبا بك دكتور. أهلا بك وسهلا ومرحبا بك بإذاعة وكافة المستمعين إذاعة الحياة. شكرا لك على قبول الدعوة. أولا لو نحكي معاك من الجانب التشريعي، احنا في التوجه متاع الدولة احنا ماشيين نحو دونك سؤالي مش يكون سبيسيال شوية لكن انت مش نحكي على أهميته، لأنه حسب ما حكينا من بكري الأطباء كله صيد لكل أكدوا لي أهمية المعالجة بالنباتات الطبية في المرض النفسية والعصبية. احنا اليوم الدولة التونسية تشجع على المعالجة أو فما هناك تشريع في المستقبل القادمة إن شاء الله تكون تشجع على المعالجة بالنباتات الطبيه في الامراض النفسيه والعصبيه؟ هي تونس تشجع على المعالجه الطبيه، ويمكن السيرفيس هذا نتاع المعالجه الطبيه بالنباتات الطبيعيه والفيو ثيرابي اللي يعملوا فيها الاولاد هي المستقبل نتاع الطب في تونس، المستقبل نتاع الطب في العالم. اليوم هو تواجدي انا في الكاتريام جورنيه هذا نتاع العمليات الثلاثيه مشرف ليا باش نحضر انا كنائب شعب او كاكزيرسون، خاطر انا الخدمه الاصليه هي طبيب وخدمتي الاصليه هي طبيب. جيت اليوم باش نحضر باش نكتشف العالم هذا، خاطر إذا باش تجي نصوص قانونية نكونوا احنا كنواب شعب مناش فاهمينه، يمكن النصوص القانونية تكون خاطئة، يمكن النصوص القانونية دي ما تفيدش السكتور هذا. جيت باش نحضر باش نفهم تونس نعرفها رايدة في المجال الطبي، في مجال الأدوية تونس صناعة الأدوية كانت من قبل، هي تونس تعتبر الأولى في أفريقيا من صناعة الأدوية ولو تأخرنا شوية تو مي هذا تونس تأكدوا أنه باش يكون السكتور هذا باش يكون عنده قوانين واضحة وصريحة، القوانين نتاع السكتور هذا وإن شاء الله يتعمم وننجحوا فيه في تونس إن شاء الله. يعطيك الصحة. الحياة فهم، الحياة فهم، زهرة الحياة.